والآن إلى التذكير بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يطرح على لجنة إعداد الموازنة الاتحادية الحلول وبدائلها لزيادة تخصيصات إنجاز المشاريع في المحافظة. محافظ صلاح الدين يثمن لقوات سرايا السلام العملية الكبيرة لاقتلاع جذور الإرهاب بالإسحاقي. المتحدث باسم سرايا السلام يؤكد لقناة صلاح الدين نجاحهم بقتل 4 إرهابيين في الإسحاقي، والمواطنون يبتهجون بالتخلص من سرطان داعش. الكاظمي ينهي مهمة استثنائية في كردستان، والحلبوسي يطالب الاتحاد الأوروبي بدور حقيقي في الانتخابات المقبلة. ختام نشرتنا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.